يسعدني أن أرحب بكم سيداتي وسادتي في حلقة جديدة من برنامجكم الوسيط. هذا البرنامج الذي يسعى أن يكون صلة وصل وآلية قرب بينكم وبين القائمين على برامج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ننقل استفساراتكم وملاحظاتكم لنسمع إجاباتهم ونطلع جميعا على مواطن القوة وإكراهة السياق لبناء علاقة حوارية بينكم وبين قنوات الإذاعية والتلفزية التي تسهر على كسب الثقة والمصداقية في جميع أعمالها. موضوعنا لهذه الحلقة يكتسي أهمية خاصة ويتميز بأنية اللحظة وقوة الرهان ومشروعية السؤال. إلى أي حد توفقت النشرات الإخبارية بالقناة الأولى في مواكبة إخبارية مهنية تحترم أخلاقيات العمل الصحفي لتداعيات وباء كورونا المستجد؟ محاور البرنامج: دور مديرية الأخبار بالقناة الأولى في تدبير ومواجهة الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والمجهودات المرصودة للحد من انتشاره ومواكبة آثاره وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية. أساليب ومحددات التغطية الإخبارية للقناة الأولى لاستيعاب متطلبات الظرف الصحي الطارئ بسبب انتشار هذا الفيروس مع تكييف أخبارها وبرامجها لدعم التعبئة الوطنية وتقديم خدمة إخبارية مستندة على المهنية ومصداقية الخبر. إلى أي حد استطاعت مديرية الأخبار بمواردها البشرية واللوجستيكية مواجهة جائحة كوفيد-19 وتقديم خدمة إعلامية إخبارية تلبي انتظارات الجمهور الواسع؟ وأخيرا، هل من خطة طريق جديدة ستنهجها مديرية الأخبار لمتابعة تطورات الخطر الوبائي الذي ينتشر ببلادنا؟ محاور وأخرى نفتح نقاش فيها داخل الاستوديو مع ضيوفنا الكرام: الأستاذ جمال محافظ، الإعلامي والباحث في مجال الإعلام والتواصل. أهلا بك أستاذ جمال محافظ. شكرا زهور. ويحضر معنا عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وعن مديرية الأخبار الأستاذ محمد أيت الشقر، رئيس تحرير مركزي بهذه المديرية. أهلا بك أستاذ أيت الشقر. أهلا بك. وكذلك تحضر معنا الأستاذة لطيفة بن حليمة، الصحفية ومقدمة نشرة الأخبار وبرامج إخبارية أخرى بمديرية الأخبار بالقناة الأولى. أهلا بك أستاذة لطيفة بن حليمة. أهلا بك أخت زهور، وشكرا على الاستضافة. وهذه فرصة لنا باش نعطيو نظرة على المواكبة الإعلامية ديال القناة الأولى وعلى مديرية الأخبار بالخصوص لهذا الظرفية الصحية الاستثنائية. شكرا أستاذة بن حليمة، أستاذ أيت الشقر وأستاذ المحافظ، وشكرا على تلبيتكم دعوة المستمعين والمشاهدين. أولا، وقبل فتح النقاش حول هذا الموضوع المهم، دعونا نتابع هذا التقرير حول مواكبة مديرية الأخبار لتداعية جائحة كوفيد. وهذا التقرير من إنجاز مديرية الأخبار بقلم وصوت سميرة أصبان وتوضيب خديجة رفيقي. منذ أن سجلت حالات الإصابة بكورونا خارج حدود الوطن، تجندت مديرية الأخبار بالقناة الأولى لإيصال الخبر المفصل واليقين عن ما سيعيشه بعض دول العالم. تقارير مفصلة تبث يوميا لتوضح خصوصيات هذه الجائحة العالمية. في لقاء صحفي تواصلي، وحين تسلل الفيروس الترجي إلى المغرب كانت المهمة أكبر. داخل قاعة التحرير صار فيروس كورونا محور كل الأحداث وكل الأخبار. بكل مسؤولية انخرط الصحفيو القناة الأولى في الحرب على الإشاعة ونقل الخبر الصحيح من مصادره الموثوقة. وبكل مهنية تجندت مديرية الأخبار للتوعية بخطورة الوباء والتحسيس بإجراءات السلامة الصحية التي ينبغي اتباعها لاتقاء شر الفيروس. بإيمان عميق أن الإعلام سلاح جوهري في الحرب ضد الجائحة. من خلفي إجراءات أمنية مشددة. بعد 3 ساعات من الشروع في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، تغطية مكثفة لإعلان حالة الطوارئ الصحية ودخول المغرب مرحلة الحجر الصحي. حرصت مديرية الأخبار على تغطية هذه المرحلة لحظة بلحظة وفي كل أرجاء الوطن. الآن الحرب على وباء كورونا، كان الحس التوعوي حاضرا أيضا هنا. مواد إخبارية مختلفة تم بثها لحث المواطنين على كيفية التعامل مع الحجر المنزلي، الدراسة أو العمل عن بعد في زمن كورونا، وباقي خصوصيات الحجر الصحي،
كانت ضمن اهتمامات النشرات الإخبارية باللغة الأربع. يوميا مسؤولون خبراء وباحثون في مختلف المجالات على الصعيد الوطني والدولي أيضا من فيلادلفيا الأمريكية منحت الكلمة لهم لإيصال المعلومة والخبر اليقين إلى المشاهد. ينضم إلينا من كوريا الجنوبية الدكتور والخبير المغربي سمير مشهور. أهلا بكم مشاهدينا ضمن هذه النشرة الاستثنائية الثانية. ولضمان تغطية مستمرة لكل مستجدات جائحة كورونا اتجهت مديرية الأخبار إلى بث نشرتين استثنائيتين في اليوم الواحد لتنضاف إلى المواعيد الإخبارية القارة. 80 نشرة استثنائية تم بثها ما بين مارس إلى غاية 30 يونيو من السنة الجارية. في أمان الله. سوف ندخل المركز التجاري لنتعرف عن الإجراء. الفريق الصحفي لم يغب عن الميدان، كان حاضرا في معقل الوباء. روبورتاجات، استجوابات ومراسلات مباشرة من المستشفيات حيث ترقد الحالة المصابة بكوفيد 19. بدأت ترتفع معي الممرض حميد قداح. كاميرا الأولى وثقت كواليس معركة الأطر الصحية ضد كورونا، منحت الكلمة لأصحاب البدلات البيضاء ورصدت تجارب مرضى كورونا داخل أقسام الإنعاش حيث الخطر أكبر. هذا الوباء كاين، الكمامة هي الأهم الأساسي. كل تساؤلات المواطنين حول جائحة كورونا خصصت لها مديرية الأخبار برنامج كوفيد 19 عندي سؤال. استضاف البرنامج خبراء ومسؤولين للتفاعل مع أسئلة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي للقناة الأولى. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المهنية في التغطية الإخبارية منحت القناة الأولى الريادة على مستوى المتابعة، حققت النشرات الإخبارية نسب مشاهدة قياسية. المباشرة من هذه القاعة. الرفع التدريجي للحجر الصحي واكبته القناة الأولى هو الآخر بكل مراحله. كاميرا القناة كانت متواجدة أيضا داخل المقاولات لنقل ظروف اشتغالها في ظل الجائحة. معركتنا ضد وباء كوفيد 19 ما زال مستمر. واليوم مع رفع الحجر الصحي تواصل القناة الأولى مواكبتها لمستجدات الجائحة انطلاقا من زوايا معالجة دقيقة ومختلفة، حرصا منها على تقديم منتوج إخباري مقنع يستجيب لانتظارات المتلقي. فالمهنية لا تغيب عن أذهان المشتغلين في قاعات التحرير، وللخبر اليقين بقية على القناة الأولى. إذن هذا التقرير من إيجاز مديرية الأخبار بالقناة الأولى. فمنذ أن ظهرت أول حالة أصيبت بفيروس كورونا المستجد كثفت قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ولا سيما مديرية الأخبار الأولى جهودها من أجل تغطية وقائع تطور هذا الوباء ببلادنا، وحرصت على التحسيس بخطورة هذا الفيروس ببث برامج ومجلات ونشرات إخبارية ووصلات تحسيسية تستهدف الساكنة ولا سيما بعد فرض الحجر الصحي وإعلان عن حالة الطوارئ الصحية. فهذه الحالة حالة الطوارئ، ويعني هذه الحالة هذه هي أستاذة لطيفة حالة جديدة بالنسبة للإعلام المغربي. فعلا أن مديرية الأخبار حاولت أن تواكب أو أنها واكبت مجموعة من القضايا والأزمات، ولكن كهكذا يعني أزمة هذه أول وحدة، فكيف يعني شنو هي الآراء ديالكم أو شنو يمكن لك تضيف على هذا التقرير؟ نعم. كما قلتي هذه حالة جديدة، هذا وباء اجتاح العالم كله. نعم. ودول العالم كاملة، والمغرب من بين هالدول اللي اجتاح هاد الوباء. كما جاء في التقرير مديرية الأخبار بالقناة الأولى منذ ظهور الحالات الأولى للوباء تعبأت بكل أطقمها الصحفية والتقنية والفنية بكل وسائلها اللوجستيكية لتغطية ولمتابعة مستجدات هذه الحالة الصحية الاستثنائية على مختلف الأصعدة الصحية الاقتصادية الاجتماعية العلمية كذلك. فكما جاء في التقرير كانوا القناة الأولى ومديرية الأخبار عززات المواعيد الإخبارية ديالها بنشرات استثنائية
وكانت هاد النشرات يعني كتاخذ واحد المده زمنيه، حتى النشرات العاديه اللي في الاوقات العاديه كانت نعم. تم تمديد المده ديالها باش يتم تغطيه كل ما يتعلق بهذا نعم. الوباء وطنيا وجهويا نعم. الصحفيين والمصورين ديالنا في الجهات نعم. الاثنتي عشرة كل شيء كان معبأ كان متجند لمتابعه نعم. هذا الحدث الاستثنائي هذا نعم. فهو حدث استثنائي نعم هو حدث استثنائي كما قلت أستاذة لطيفة. فأستاذ آيت الشكر، كيف كان التعامل في نقل الأخبار مع اكتشاف أول حالة أصيبت بفيروس كورونا المتجدد؟ غادي نقول كانت تعبئة شاملة بالنسبة لمديرية الأخبار، لكن أستغل أولا هذه الفرصة لأشكر المشاهدين، كانوا أكثر من 7 ملايين مشاهد للنشرة نعم. وهذا مصدر فخر لنا، وهذا كافي أنه يعوضنا على التعبئة اللي قمنا بها. نعم شكرا سي آيت الشكر. فلما نتكلم على مديرية الأخبار وهي سبقة دائما في عين المكان على أن تواكب تدهورات ثقافية اجتماعية اقتصادية سياسية إلى غير ذلك، وفي هذه الحالة الاستثنائية فكان يعني الجهود مضاعفة. أستاذ جمال محافظ، وأنتم تتبعتم يعني هذه المواكبة، يعني كيفاش كتشوفوا هذا التتبع؟ هل من نواقص في هذه المواكبة؟ هل من أشياء ربما تضيفها أو أنك توضحها لنا كإعلامي متخصص أو باحث في الإعلام؟ في الحقيقة يمكن أنني نجاوب ونطرح في نفس الوقت سؤال العنوان عريض، هو أنه استطاعت القناة الأولى خاصة على مستوى مديرية الأخبار أن تستعيد زمام المبادرة نعم. بحيث أنه على الرغم من الطبيعة الفجائية لهذه الجائحة نعم. التي فاجأت ليس فقط الإعلام المغربي ولكن فاجأت العالم نعم. أولا بحدتها وتداعيتها وانتشارها بطبيعة نعم. الحال الواسع، ولكن على الرغم من ذلك فإن القناة الأولى وهذا ليس ارتسام وإنما تؤكده مثلا تقارير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكذلك التقرير الذي أصدره مؤخرا المجلس الوطني للصحافة أن هناك استعادة لهذه المبادرة، وبحيث أن الصحفيين والإعلاميين والتقنيين قد تمكنوا، وهذه حقيقة، قد تمكنوا أولا من تقديم المعلومات وكذلك المعطيات رغم صعوبة الظروف في الوقت الذي نلاحظ أن بالنسبة للقطاعات الأخرى خاصة على مستوى السلامة أن قليلا ما نتحدث عن الأطقم الصحفية والتقنية فيما يخص حمايتهم وسلامتهم من هذا الوباء. كنا نلاحظ وكنا نقبض بطبيعة الحال نقول أن هؤلاء الصحفيين هم في الحقيقة وهؤلاء التقنيين كذلك معهم هم جنود خفاء وقد أبانوا عن علو كعبهم حينما تتوفر لهم إمكانيات يعني. نعم فسي آيت الشكر، في تدبير هذه المواجهة كيف ترون يعني دور مديرية الأخبار؟ شنو هي يعني المجهود الذي قامت به؟ كيف أنها حاولت بمواردها البشرية واللوجستيكية أنها تذهب إلى أبعد نقطة حتى أنها تواكب كذلك عبر اتصالات هاتفية، عبر مجلات، عبر وصلات تحسيسية؟ كان دور أقول محوري لنا الآن وعلى الصعيد العالمي عدة خبراء وكبار العلماء في مجال علوم الأوبئة يقولون بأنه أكبر عدو الذي يهدد الإنسانية هو الخوف، فكان دورنا تبديد هذا الخوف. الخوف مصدره خاصة الأخبار الزائفة، وحاولنا قدر الإمكان حاولنا دائما أن نعطي مصداقية الخبر بمصداقيته وفي وقت، حتى أنه كانت لدينا نشرات استثنائية وأصبحنا في فترة من الفترات التي كان فيها المواطن المغربي في بيته في ظل الحجر الصحي الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية عالميا ومغربيا. كانت شوارع مدينة الرباط ومراكش وأخرى كانت فارغة من الناس باستثناء أطقم القنوات العمومية والشرطة والصحة ورجالات الصحة. كنا نقوم بنشرات إلى درجة أنه أصبحنا كأن لدينا نشرات على مدار الساعة. تبدأ نشرات الأخبار الساعة 11 صباحا كذلك بالمباشر
وبجميع الأخبار المتعلقة بالوضعية الوبائية وبروبورتاجات لشرح هذه الوضعية وتنتهي بعد منتصف الليل، لأنه ساعة نشرت الساعة 11 صباحا تمتد على مدى 45 إلى 100 ساعة، تأتي بعدها نشرت الساعة الواحدة تمتد على مدى ساعة، ثم النشرة الأمازيغية، بعدها الإسبانية، بعدها النشرة الاستثنائية الثانية الرابعة والنصف، ثم النشرة الفرنسية، وبعدها النشرة الرئيسية، ثم النشرة الأخيرة. يعني على مدار الساعة هناك نشرات إخبارية، وأصبحنا فعلا مع البريكنج نيوز أصبح والمجلات التي كانت مع البرنامج الذي كانت تقدمه الأخت لطيفة عندي سؤال كوفيد 19، يعني أصبحت على مدار الساعة هناك أخبار على القناة الأولى، وهناك أطقم بطبيعة الحال لإنتاج تلك الأخبار على مدار الساعة وتقديمها للمواطن بمصداقية. نعم تفضلي. القناة مديرية الأخبار أو القناة الأولى في هذه الفترة هذه أصبحت قناة شبه إخبارية. يعني تقريبا 80% سي انت ليش قلت 80% ديال البرامج القناه كانت كانت الاخبار وتقديم النشرات الاخباريه واعداد النشرات الاخباريه كان واحد الجيش من طواقم صحفيين تقنيين مصورين اللي كانوا تينتقلوا للموقع المواقع اللي هي خطيره كانوا كيخدموا في نكران للذات كيمشيو باش ينقلوا الخبر ويعطيو المعلومه ويواكبوا جميع المستجدات المتعلقة في هذه الظروف الصعبة والتي يعني شغلت فيها طواقم مديرية الأخبار دون توقف، ويعني طرقت المجموعة ديال من غير الوباء، يعني طرقت المجموعة ديال الأخبار المتعلقة القضايا المتعلقة بهذا الخبر، من هي الاجتماعية من الاقتصادية الصحية إلى غير ذلك. فالأستاذ جمال محافظ، كيفاش يعني كتشوف يعني مديرية الأخبار الإعلام العمومي الذي أصبح في هذه الظروف كصمام أمان بالنسبة للمواطنين، فبمصداقية الخبر، بنزاهة الخبر، بهذه الاستمرارية في بث الأخبار؟ في الحقيقة سوف أؤكد على جانب وهو ينبغي أن نعترف بأن ما يمكن نسميته بإعلام الأزمات هو تخصص جديد. فكان من الصعوبة بما كان على الطاقم الصحفي، خاصة الطاقم الصحفي، أن يتعامل مع هذا الوباء، لأن ليست غياب تقاليد، ومسألة عادية جدا تقاليد فيما يخص هذا النوع من الأزمات، خاصة الأزمات الصحية. ولكن كما ذكرت في البداية أن مديرية الأخبار من خلال الأخبار فعلا، لأن القناة الأولى هي قناة عامة وليست قناة إخبارية، ولكن تمكننا فعلا أن نجعل هذه القناة خلال هذه المرحلة إلى قناة تشكل فيها الجانب الخبري نسبة معتبرة، باعتبار أن جمهور المشاهدين أو الجمهور بصفة عامة أو الرأي العام هو في حاجة ماسة إلى المعطيات. فقد توفقت القناة الأولى في هذا الجانب، على الرغم من ملاحظة بعض الجوانب التي هي مرتبطة، هل لدينا فعلا حاليا نتوفر أعتقد في المغرب على متخصصين في الإعلام الأزماتي؟ وأعتقد أن هذه المرحلة مرحلة كوفيد، وكما ذكرت في البداية، وإن كانت قد جعلت الإعلام العمومي أن يستعيد زمام مبادرة، وأقول كلمة ربما لن يتفق معي بعض الزملاء في الإعلام العمومي، وهي أولا كلمة تصالح، بمعنى تصالحت القناة مع جمهورها، على الرغم أنني أعرف أن القناة الأولى لن تكون في يوم من الأيام متخاصمة، وأعوذ بكلمة إعادة الدفء. عوض التصالح، إعادة الدفء، هذا ما قلت عليه بصمام الأمان، بطبيعة الحال إعادة الدفء الذي لم يكن دوما مفقودا. فبالنسبة للقناة الأولى، هي فعلا أنها خلال هذه المرحلة أعتبرها شخصيا هو نوع من التمرين جديد،
دخله الحق الإعلامي ليس فقط على المستوى الوطني ولكن كذلك على المستوى الدولي. ولكن الجميل جدا هو أن القناة الأولى استطاعت أن تكون لنا نخبة جديدة في مجال الطب في مجال الثقافة، بحيث أن الجمهور المغربي بدأ يتعرف على متخصصين في حقول متعددة. إذن القناة الأولى انتقلت من مرحلة الإخبار إلى مرحلة التعريف بالقدرات التي يمتلكها المغاربة في مجال مثلا محاربة الأوبئة، في المجال الطبي وداخل وخارج المغرب. فبطبيعة الحال لعبت هذا الدور. هذا لا يعني بأنه نحن مطالبون بمجهودات مضاعفة. والجميل جدا كذلك هو أن هناك نوع من التنوع فيما يخص التعامل مع الجائحة حسب المراحل، لأن معروف من الناحية العلمية أن الأزمة بدأت مع الطب في زمن الإغلاق، ثم انتقلت إلى الاقتصاد، نقول مثلا الأزمة الاقتصادية الأزمة الدولية، ثم انتقلت الآن إلى الجانب الصحي، وكذلك انتقلت كذلك للخطاب الإعلامي. ينبغي لخطابنا مثلا الإعلامي، وهذا لا أعتقد أنه فقط دور القناة الأولى والصحفيين، وإنما دور الأكاديميين والخبراء الذين هم مطالبون من أجل الاهتمام بهذا الحق الجديد. نعم، والمشاركة يعني باش كيعطيو الأخبار اللي هي عندها مصداقية. فاللي مهم جدا هو أن لا اسمحي لي لطيفة، أنا نوضع لك واحد السؤال لأن ضروري، بأننا لما كنتكلموا الأستاذ جمال هو قال بأن راه كاين هنا تحديات ورهانات، ومديرية الأخبار أنها رفعت التحدي وهذا الرهانات. فالمديرية بتت نشرات إخبارية دون توقف، ماتت وصلت تحسيسية، وكان هناك أنا بغيت نرجع لك للبرنامج اللي كنت كتقدمي عندي سؤال. فهذا الإعلام القرب بامتياز الذي قامت به مديرية الأخبار في مواكبتها، في تغطيتها، في توعيتها، في إيصالها الخبر إلى أبعد نقطة، فكيف ترين يعني هذه التجربة ديال مجلة إخبارية مباشرة؟ قبل ما نجاوبك على سؤالك بغيت غير ندير واحد الإضافة من داكشي اللي قال السي محافظ. بالنسبة لتصالح المواطنين مع القناة أو عودة الدفء، المواطنين المغاربية كانوا دائما متصالحين مع القناة الأولى، لأن القناة الأولى كانت دائما هي في قلب أي حدث كيوقع في البلاد. دائما القناة الأولى هي اللي كتكون السباقة إلى تغطية الأحداث. نذكره على سبيل المثال زيزان الحسيمة مثلا، فربما نقوله أنه زادت نسبة المشاهدة، وخصوصا أن المغاربة كانوا في واحد الظرفية اللي كيحتاجوا المعلومة، كيحتاجوا الخبر، كيحتاجوا وبالخصوص الخبر اليقين الموثوق، الخبر الرسمي. بالنسبة للبرنامج عندي سؤال كوفيد 19 عندي سؤال. فخلال هذه الظرفية الصحية الاستثنائية عززت القناة الأولى الشبكة ديال البرامج ديالها، برنامج إخباري جديد، برنامج تفاعلي تحت عنوان كوفيد 19 عندي سؤال، اللي تكلفت أنا ومجموعة من زملاء ديالي كنوجه لهم تحية بإعداد وبالتقديم ديال هذا البرنامج. الفكرة البرنامج كانت برنامج تفاعلي، يعني إعطاء الفرصة للمواطنين أنهم يقدموا جميع الاستفسارات ديالهم بخصوص هاد الجائحة هذه، في الجوانب الصحية، في المجال الاقتصادي، الاجتماعي، العلمي، النفسي كذلك. فما نكذبش عليك أخت زهور أننا كنا توصلوا بعشرات الألاف من الأسئلة يوميا عبر المنصات اللي وضعناها، رقم واتساب وصفحة الأولى على فيسبوك وإنستغرام. تقريبا سنوصلوا حتى 25,000 سؤال في اليوم. طبعا كاين أسئلة اللي كتشابه، فكان واحد المجموعة من زملاء اللي كيتكلفوا بانتقاء هذه الأسئلة واختيار الأوضح والأجود منها لتقديمها في البرنامج، والأجوبة كنحصلوا عليها من الضيف اللي كيجي كي في كل حلقة. نعم.
البرنامج كانت المدة ديالو ما بين 25 حتى 30 دقيقة. كما قلت لك كنا كنستضفوا مجموعة من الفعاليات في مختلف الميادين، كما قال الأستاذ محافظ كانت فرصة لإبراز مختلف الكفاءات اللي كتوفر عليها بلادنا. استضفنا أطباء، استضفنا علماء في مجال الأوبئة اللي كانت هذا شيء مهم بزاف، لأن الوباء جديد تشي حد ما عارف عليه شي حاجة، فبالتالي كان واحد العطش للمعلومة والمعرفة. استضفنا أطباء اللي حاولوا يجاوبوا على تساؤلات المواطنين بخصوص أعراض المرض، بخصوص كيفاش الوقاية منه، لأنه في الفترة الأولى ما كانوش الكمامات، ما كانوش، كان مازال ما عرفناش في البرنامج. أستاذ لطيفة، وصلنا لواحد المرحلة تقريبا أكثر من 60 حلقة سي الشكر في البرنامج. جات العطلة الصيفية وجات واحد المرحلة اللي توقف فيها البرنامج. ما كتبناش بأن في هذا الوقت مازال أن البرنامج يعني في الغرض اللي هو وضع من أجله، لأن انتشر الوباء بواحد الطريقه اللي هي كبيره. فالان ما يمكنش يعاود يرجع للبرنامج لانه ضروري من التوضيح. ما نكرش من هذه المساله هذه التوضيح بالنسبه ربما ضغط العمل، نقول لك هذا يعني فكره او معطى مهم جدا انه يعرفه المشاهد. كان ضغط العمل في البدايه فعلا كان نكران للذات وحتى الان من طرف الصحفيين، لانه ممكن نقول بانه الصحفي والمصور والفني والتقني كيعملوا ما امكن من الاحتياطات حتى ما يتصابش، هو إنسان. لكن في وقت من الأوقات ملي بدينا كنديروا نشرات على مدار الساعة تقريبا، وصبح الضغط كبير في داخل أولا قاعة التحرير، لأنه واحد عدد كبير ديال النشرات في نفس الوقت، يعني عدد كبير ديال الصحفيين متواجدين والتقنيين والفنيين والمخرجين وكل شخص يكون موجود في نفس الوقت. صبح كذلك هذه البرامج ولات نهار وحنا تخلعنا، اول ما تعلن على البرنامج غادي لي 25 سيتي يقول لي عندي 25 الف سؤال كي غندير نتعامل معاه. يعني وصلنا لواحد النوع لواحد الكم كبير بزاف. وهنا كذلك في الاخير تم احتواء هذه الاسئله، ولكن باش تمشي بهذه الوتيره في الوقت اللي الاجراءات الرسميه في جميع دول العالم وفي بلادنا كتقول بانه لازم التباعد، لازم من وضع الكمامه، هذا الشيء التباعد لا يمكن احترام التباعد في داخل قاعة التحرير مع مواصلة العمل بوتيرة كبيرة جدا. وهنا نشرات مع بداية رمضان، وهذا استفادة كذلك حتى من يعني وسائل التواصل الاجتماعي، من يعني التفتح على الرقمنة، فكانت مهمة جدا. أنا إذا سمحت لي وحنا كنتكلم أستاذ محافظ غير إلا سمحتي لي، إحنا غادي نرجعوا باش أنك تجاوبنا على السؤال، على عندي السؤال وكذلك محاور أخرى كانت في النشرات. يعني هذه كل هذه الأشياء وهذه التعبئة الوطنية فهي كانت موجهة للمواطنين، فما هي انتظارات هذه المواطنين؟ دعونا نتبعها في هذا التقرير. أخبار التي تقدمها التلفزة الوطنية القناة الأولى، هو حديث يحيلنا إلى نسبة المشاهدة التي أصبحت في تزايد مستمر. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الفقرات التي أصبحت تقدم خلال هذه النشرات هي فقرات تلامس عن قرب منتظرات المواطن المغربي. إذن هي فقرات أصبحت بعيدة عن التفاهة وبعيدة عن الابتذال. إذن وهذا ما ينتظره طبعا الشعب المغربي، سواء من خلال النشرات الإخبارية أو مستقبلا من خلال باقي البرامج التي ستقدم له. على العموم الملاحظات اللي يمكن نسجلها على القناة الأولى هو أنك تتبع يومي أولا من ناحية لغة الأرقام وتتبع ديال الحالات على مستوى إذا، كذلك على مستوى جانب الوعي والتحسيس والتوعية اللي كانت مهم بزاف وعنده حضور. كل مرة كان تنوع على مستوى الفقرات، كذلك إضافة الأخيرة ديال عندي سؤال كان على العموم كان إيجابي. يمكن بقى شي شوية الملاحظات اللي يمكن نسجلوا هي على مستوى تبسيط اللغة، أن المواطن المغربي باش كل شيء عنده القدرة على الفهم والاستيعاب أشياء كثيرة، ولكن على العموم هناك تطور، هناك يعني إيجابيات اللي يمكن كانت تشغف هنا كمواطنين باش نعرفوا المعلومة أكثر من القناة الأولى. بالنسبة للتغطية الإخبارية للقناة الأولى فهي كانت مثلها مثل باقي القنوات التلفزية، كانت هناك مواكبة وكانت هناك متابعة لمختلف المستجدات الحالة الوبائية وباستمرار. لكن بما أننا في واحد العصر الرقمي اللي كتدفق فيه المعرفة بشكل سريع، كانت أحيانا في بعض اللحظات كيكون تأخر في التوصل بالخبر، لذلك خاص تكون بدل المزيد من الجهود في هذا السياق. وحب هذا لو أنه يكون واحد
التنويع في طريقه تقديم الخبر باش ما يكونش تكرار او يكون تشابه مع باقي القنوات الاخباريه الوطنيه. مجمل هذه الشهادات هي اولا اعتراف بهذه المجهودات، مجهودات الطواقم الاخباريه بمديريه الاخبار في متابعتها ومواكبتها وتوصيلها للخبر الصادق الغير المزيف للمواطنين. فكانت مجموعه ديال الملاحظات اللي هي ربما ان من اواخر شهر ربما يونيو او اوائل شهر غش يعني خفت هاد التعبئه هادي، فكيفاش كتشوفوها؟ وقبل ما نعطيكم باش تجاوبوا على هاد الملاحظات استاذ جمال، انا كنظن بان عندك اما يعني اضافه لهاد الملاحظات او اسئله للاساتذه. واخا بطبيعه الحال انه من خلال التدخل ديال الزميله لطيفه، وكذلك باعتبارها انك تتحدث نعم على واحد البرنامج اللي كان عنده واحد الصدى، انا كنطرح جوج ديال الافكار الرئيسيه. اولا لا يمكن ان نبدا ببرنامج ويستمر هذا البرنامج مع التحولات والتطورات التي تقع على مستوى كوفيد 19، لان مرحله قبل الحجر الصحي لا اعرف كيف تعاملت القناه الاولى في هذه المرحله، وما هو البرنامج الجديد، لان طبيعه الوباء كما تحدث الزهور في البداية قد عرف انتشارا كبيرا، خاصة أن تعامل القناة خلال مرحلة الحجر الصحي، بعد رفع الحجر الصحي ضروري أن تكون تعاملا إعلاميا جديدا، باعتبار أن الأزمات خاصة الأزمات الصحية هي تمر بمراحل. مرحلة اكتشاف الوباء في المغرب في مارس ليست هي المرحلة الراهنة التي نسجل فيها أرقام كبيرة، باعتبار أن تم رفع هذا الحجر الصحي. فبالتالي هل لكم في مديرية الأخبار أفكار مثلا أو تصورات في هذا الجانب، خاصة من خلال بعض الأسئلة، أسئلة الجمهور يلاحظ أن هناك ارتفاع في منسوب الطلب على الأخبار الموثوقة والأخبار بطبيعة الحال التي يتم الوصول إليها عن طريق مصادرها الحقيقية، ولا سيما الأخبار العلمية. كي قلتوا هذا تقريبا نفس الشيء اللي سمعنا في السؤال كذلك بخصوص ربما انخفاض وتيرة الأخبار بخصوص هذا، تنظن بأنه ما كاينش، لاش انه احنا تدبيرنا بخصوص تغطية ما يروج وما يوجد في الواقع على كوفيد 19، هو رهين بتطور الحالة الوبائية في المغرب وبتطور بطبيعة الحال الإجراءات اللي كاينين على من ناحية السلطات. كان هناك حجر صحي، بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي بطبيعة الحال بدينا كنعطوا أهمية أكثر موازاة مع التحليل وإعطاء الخبر بخصوص الحالة الوبائية كل 24 ساعة، بدينا كنعطوا كذلك أخبار عن كيفية الخروج التدريجي من الحجر الصحي، يعني هناك مواكبة. ثم كان هناك انعكاس انه تعرف حتى بالنسبه رسميا تدبير الازمه الصحيه كان على ثلاثه مستويات او ابعاد، هناك التدبير على المستوى الصحي عن طريق المستشفيات وتجهيز المستشفيات وتعبئه الاطر الطبيه والصحيه وغير ذلك، وهناك تدبير على المستوى الاقتصادي واخر على المستوى الاجتماعي. الاجتماعي اذا بالنسبه لنا احنا كان هناك طبيعه الحال تغطيه لما يوجد وتحسيس واعلام وإخبار بما يوجد على المستوى الاجتماعي بخصوص التعويضات التي أعطيت للطبقات الهشة، الفئات الهشة في الرميل، بالنسبة للعمال، بالنسبة للصندوق صندوق وطني الضمان الاجتماعي، هذه كلها كانت أشياء موازاة مع تعريف بما جد في خصوص الحالة الوبائية. إذا ليس هناك نقص في الوتيرة بل ربما التنوع في الوتيرة، أنه هناك كذلك انعكاسات على السياحة هناك لغة التبسيط التي استعملت في عدة برامج تقريبا في جميع اللقاءات المباشرة. أنا عندي رقم هنا أذكر اللقاء مباشر. الإشكال هو أن الأطقم التقنية الصحفية أن الوباء كبير وكان حافظوا على نفس الإمكانيات البشرية، فبالتالي هناك إكراهات، فبالتالي كان أن هذا الوباء كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات أخرى، قطاعات الصحة، قطاعات الأمن.
أي بمعنى هؤلاء الصحفيون، هؤلاء التقنيون يبذلون مجهودات 4 أو 5 مرات. إذا كان على المستوى الموارد البشرية توفير الإمكانيات وتوفير الجهد. أنا أعرف الذين يشتغلون في الإعلام، خاصة الإعلام العمومي، هؤلاء قد أعادوا إلينا، أعادوا إلينا، وهنا غادي نقول ماشي ليس فقط المصالحة، أعادوا الدفء، ليس فقط الدفء وإنما أعادوا الاعتبار الخدمة العمومية، كان الإطمئنان كذلك والخدمة العمومية. فإذا كانت مثلا الصحة، سمحني قاطعك، قاطعك بالنسبة لأنه أنا كنتكلم على واحد الموضوع اللي فعلا هو شامل. ملي كنتكلم مثلا على موضوع المنظومة الصحية، هذه المنظومة الصحية هي موجودة كما كانت في شهر يناير وفبراير ومارس، هي نفس الشيء. ربما تم تعزيز تلك المنظومة بمستشفيات جديدة، مستشفيات ميدانية. لا يمكن بناء وتجهيز مستشفى في في 6 أشهر. نعم. هناك إحداث مستشفيات ميدانية فقط، وتحويل الوحدات الإنعاش مثلا للقلب إلى وحدة إنعاش لكوفيد، يعني تحويل نفس الوحدات. لا هو ربما نفس الشيء بالنسبه للاعلام، يعني الاعلام صعب انك تعمل موارد بشريه جديده في ظرف اشهر. لا هو ربما سي جمال، لا هو ربما سي جمال انه ربما يتكلم، لا هي يعني يتكلم على الاكراهات التي توجهها مديريه الاخبار بما فيما يخص كل يعني موارد البشريه لوجستيكيه، لان الان يعني هي مطالبه، نحن كاعلام عمومي يعني مطالبين بتقديم خدمه عموميه. هذه الخدمه العموميه يعني ترتكز اولا واخيرا على اعلام القرب، يعني كتوصل الى كما قلت الى ابعد منطقه اللي كتوصل للمواطنين. فيعني هو انا كنظن بان كيشوف بان ما كايناش التوازن ما بين الاخبار التي تبثها وما بين قله الموارد البشريه. اريد ان اؤكد على التي تشتغل ماذا وقع في وزاره الصحه. نعم. اعطي مثال، لانه نفس الشيء بالنسبه لمديريه الاخبار. نعم. انه طلب من الاطباء مثلا، ما سمعنا جميعا، طلب منهم عدم الاستفاده من الاجازه. اذا عندنا نفس الاطر هي التي تشتغل ربما أكثر وأكثر في عدد ساعات اليوم وأكثر في عدد أيام الأسبوع. نفس الشيء بالنسبة للطاقم الصحة والصحفي والتقني، أنه تعبئة أكبر. هم يشتغلون في قطاع الصحة. ابن حليمة تشتغل على الصحة وعلى الثقافة وعلى الجانب الاجتماعي، وزارات مثلا الشؤون الاجتماعية تشتغل على الاجتماع، الصحافة تشتغل في جميع القطاعات. فبالتالي التحديات والإكراهات هي كثيرة. ينبغي على الدولة أن تفهم أن الإعلام هو مسألة استراتيجية كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصحة. الآن وأنتم تعرفون ذلك أن الإعلام لم يعد سلطة رابعة، أصبح سلطة أولى. مثلا في الولايات المتحدة ولا زالت هي الدولة الكبرى، رئيسها يتحدث عن أحداث كوريا وعن القدس عن طريق تويتر. إذن آن الأوان أن نوفر الإمكانيات، لأن أنا أعتقد أن القناة الأولى ولا الإعلام العمومي له من الكفاءات والإمكانيات الكثير. وأنا لا أجازف ولا أجامل إن وضعت الصحفيين بالإعلام العمومي في مقدمة الصحفيين في المغرب، هذه مسألة لا يمكن أن، ولكن ينبغي أن نوفر لهم الإمكانيات، وينبغي أن نوفر لهم ظروف للشغال وظروف العمل رغم المجهودات من طبيعة الحال المبذولة على توفير البيئة، ولكن لا زلنا مطالبين. وقد أبانت كما تحدثت هذه الكورونا أنه إعادة الاعتبار للخدمة العمومية وللإعلام العمومي، لأن من خلال الشهادات أن الجميع يتحدث أننا في حاجة ليس فقط بالنسبة للمغرب، كذلك دول متقدمة أصبح الإعلام وما يسمى في الأدبيات الإعلامية بالإعلام التقليدي المعروف وهو الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون. الآن التلفزيون أصبح له دور حاسم وأساسي، فينبغي إعادة الاعتبار أولا للعمل الصحفي والإعلامي. وقد أبان الصحفيون بالقناة الأولى من خلال مديرية الأخبار عن علو كعبهم، ولكن إن توفرت الإمكانيات كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات أخرى، أعتقد أننا سوف نحقق
مسائل ايجابيه بشكل بشكل انا عندي كبير. سؤال عندي سؤال ربما هو كاين سؤال اللي كان طرح من قبل مهنيين اعلاميين وغيرهم في هذا المجال ولكن كذلك من طرف جمعيات المجتمع المدني الذين تكلموا على تمثيليه النساء يبان هذه الأزمة هذه فكانت هي تمثيلية محتشمة وإحنا نتكلم على المناصفة ومقاربة النوع فعلاش كانت تمثيلية محتشمة السي آية الشجر؟ ما نمشيش من المعطى أنها محتشمة هي تمثيلية كانت أقول كانت لأنه كتوقع ربما ملي كنمشي لقسم الإنعاش إحنا عندنا كالعمل ديالنا بالأساس مع أقسام الإنعاش بخصوص التغطية لأنه المؤشر الأساسي الحقيقي ليس هو عدد الحالات كل 24 ساعة لهذا حسب طبيعة الحال الفحوصات نشوف هذه اللي تعملت ربما تعمل 20 كشف لكن ممكن تعمل 100,000 أو 5,000 إذا سيتغير الرقم إنما العدد ديال الأشخاص الموجودين في حالة حرجة وخطيرة أو تحت التنفس الاصطناعي أو الاختراقي هذه حالات مؤكدة هذه هي اللي كتعكس فعلا واقع الحاله الوبائيه في المغرب بالنسبه لشخصي انا لست بعلمي لكن في هذا المجال كصحفي كانسان يلاحظ ويتابع يوميا فهذه الاقسام هذو كانوا ربما كانوا عدد النساء قليل اقل من عدد الرجال لهذا في الاتصالات المباشره اللي كانت عندنا معهم كانوا النساء أقل من الرجال لكن ليس مشكل من القناة الأولى لا هو لكن ربما من تمثيليتهم في يعني إلى رجعنا بحد مثلا أن مدير الأخبار أن انفتحت على مجموعة من الآراء من خبراء من شخصية عمومية من فاعلين جمعويين من أطباء من فاعلين اقتصاديين ولكن يعني كانت تمثيلية ديال النساء في هذه المجالات كانت هي قليلة مقارنة مع أقل من التمثيلية أقل. ولكن كانت تقولوا ان هي 13% كانت التمثيليه ديال النساء لان حسب عرفتي التقرير عرفتي ديال لاهكا ديال نعم لاهكا قال كلمه وماشي قال محتشمه هو قال غير منصفه في التقرير انا قلت محتشمه لان نعم لا بالاضافه المحتشمه ان التقرير ديال لاهكا كيقول بانها كانت غير منصفه نعم. ماشي قال بانه ما كاينش واش كانوا النساء كيرفضوا انهم يجيو يحضروا مثلا كشخصيات او كفاعلين حسب الاختصاص كان على حسب الموضوع اللي كنختاروا الشخص المناسب او الضيف اللي غادي يجي يتكلم في هذاك الموضوع مثلا ربما تكون سيده او ليكون ضيف نعم. فمن هذه الناحيه ما كانش شي حيف او لا شي حاجه في اتجاه التمثيليه النسائيه نعم. ولكن حسب المحور الاختيار مدراء الصحه على سبيل المدراء الجهويين ديال الصحه راه معروفين 12 جهه 12 مدير تنظن فيهم جوج عيالات ما يمكنش دير اكثر من وحده فيهم ما بغاتش تهضر نعم حتى انا كون يعني صحيحين الجواب سهل وحده ما بغاتش تتكلم نعم وصل دونك الرساله واصله ما يمكنش نحفظ على انه يشارك نخلق شيء نعم فغنتوقفوا مره اخرى عند هاد الشهادات ونرجعوا باش نتكلموا على خطه الطريق ديال مديريه الاخبار في يعني متابعة التطورات ديال هذا الوباء ولكن كذلك في خلق برامج نشرات أخرى تواكب إعلام الأزمات هناك عدة إشكالات لازم قسم الأخبار أو القناة الإخبارية تعالجها وهي تدرج تاريخ الأوبئة بالمغرب مثلا الصعوبات اللي كان كيعيشها المغرب مقارنة بهذه المرحلة هذه التحديات والمحطات اللي نجح فيها المغرب في هذه المرحلة هذه اللي عالجها اللي ما كانش كيقدر يعالجها قبل لكن تضافوا الجهود المجتمعية قدرنا أن نتجاوزوا مجموعة من الإشكالات اللي وقعوا فيها دول أخرى من حيث الحالة الوبائية اللي كيعيشها المغرب القناة الأولى احنا كنتنبؤوا ليها أنها غتكون أحسن فأحسن فأحسن وإن شاء الله كنشكروها على جميع التغطيات ديالها والأطر ديالها والجنود الخفاء ديالها اللي صراحة اللي سهروا ولأنهم ضحوا في هذه الجائحة اللي كنلقاو الناس اللي دايرين تغطية ومخليين ديورهم مخليين المسائل ديالهم وليداتهم ورغم ذلك تيوصلوا لنا الخبر ودائما تنقول لها شكرا 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 القناة الأولى اللي كبرنا معها واللي كنعتبروها الأم الأولى ديال الإعلامية الناس يعيشون بين الخوف والرجاء
فهذا الخوف والرجاء يقتضي أنه الرسالة الإعلامية يجب أن لا تكون مهولة ولا مهونة، يعني جعلنا نتجنب التهويل والتهوين. التهويل حتى لا نعيش المواطن أو المتلقي هذاك الخطر واستشعار الخطر حتى أنه يفقد صوابه، والتهوين حتى أنه يجب أن يقوم بالواجب المتعين عليه ليحفظ نفسه ويحفظ المجتمع من حوله. القناة الأولى واكبت الجائحة وتطورات الجائحة والتداعيات السلبية للجائحة منذ الوهلة الأولى بطبيعة الحال بكل مهنية وبواجب ومسؤولية كذلك، من خلال نشرات الأخبار الرئيسية، حوارات مع عدد من الضيوف، وزراء، مسؤولين، وأيضا مدراء لمؤسسات عمومية. أيضا كانت هناك عدد من المراسلات من مختلف جهات المملكة، ثم أيضا كان هناك بث مباشر عن طريق الدوبلكس من عدد من المدن مع أكاديميين محللين وأيضا أرباب المقاولات. إذن كانت هذه ثاني شهادات للجمهور حول مواكبة مديرة الأخبار لهذا الفيروس المستجد كوفيد 19. هل من إضافة سي جمال هذه الملاحظات؟ هو في الحقيقة حينما نتحدث عن الإعلام التقليدي ومنه التلفزيون، هو أولا هذه الجائحة أبانت على تكامل ما بين وسائط الاتصال، بحيث أنه قد انهارت الحدود ما بين الإعلام التقليدي وما بين ما يسمى بالإعلام الجديد، بحيث أننا نلاحظ أن القناة الأولى اهتمت بشكل كبير على مستوى التكامل، وأبانت كذلك على أن الاختلاف ليس اختلاف في المضمون، هو المضمون حينما نتحدث عن الأخبار سواء كان عن طريق حامل وسائط التواصل أو على التلفزيون فهو مضمون واحد، هناك تغيير من ناحية الشكل. وفعلا أن التلفزيون المغربي قد استطاع أن يحدث هذه الخلخلة أو هذا النوع من التكامل، بحيث غالبا في عدد من حينما تنتهي مثلا نشرة الأخبار تكتب في التحت وتابعونا على تويتر وتابعونا على، أي بمعنى قد كسرت هذه الحدود، وهذا من الإيجابيات التي أعتقد انفرد بها الإعلام خلال هذه الجائحة. أنا أظن ليس كذلك، زعما ليس غير هاد يعني مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات، فكذلك يعني كان التفاعل المباشر عبر الشاشات أحدثتها مديرية الأخبار في نشراتها، وهذا كان يعني من الشيء الذي يحسب لمديرية الأخبار. كانت اسمحي لي قطعتك، كانت خطط استشرافية نوعا ما بالنسبة للمستقبل عندنا، وكنطوروا أكثر من ناحية التطور التكنولوجي ونفعتنا كثير. علاش؟ لانه الا شفتي الارقام انه بطبيعه الحال الجائحه فرضت علينا انه ما يمكنش نجيبوا ضيوف وخبراء في المجموع في الثلاث اشهر الاولى. حوالي 70 ضيف هما اللي جاوا، ومع انه كان عندنا اتصال مباشر مع اكثر من 350 خبير من المغرب وعبر العالم، لانه مديريه الاخبار كانت مستعده لمثل هذه الاحداث، لا اقول على جائحه كورونا، مستعده لاحداث، يعني لان التطور التكنولوجي لحد الان الحمد لله عندنا في مجال الاتصال كنستعملوا الاليات اس ان جي اللي هي محطه بالاقمار الصناعيه، اللي يعني اليات كبيره وتاخذ شويه الوزن ديالها. من بعد اصبحت عندنا اجهزه صغيره محموله من طرف الكاميرامان تعمل بشرائح الهاتف، ستة شرائح أو ثمانية شرائح ممكن تعمل بها اتصال مباشر، وكان اتصالات مباشرة من جميع أقطاب العالم. ومن بعد أصبحت نستعمل تقنيات الانترنت، الاتصال عبر الانترنت، وكان اتصال مثلا مع أكبر الخبراء، الخبير المغربي منصف السلاوي اللي كيعمل حاليا على انتاج لقاح لامريكا، كان مر في القناه الاولى وفي مختلف النشرات من فيلادلفيا. عندنا خبير في كوريا اللي هو من سامسونج بايولوجيكس،
نائب رئيس سامسونج بايولوجيكس وكذلك من أكبر الخبراء. كان عندنا خبراء من مارسيليا في فريق البروفيسور ديدي غاوت كذلك اتصال مغربية يعني أبرزنا كذلك طاقات شابة مغربية وطاقات حقيقية موجودة في خارج المغرب في نيويورك في دول أخرى وفي المغرب. كان عندنا اتصالات مع خبراء في عالم الفيروسات في مجال كذلك في علم الفيروسات في مجال الوبائية الابتكارات كانت ابتكار مبتكرين شباب يعني عملوا يعني بانوا في هذا الفترة هذه نعم. أول مرة برزوه يعني ابتكار الأجهزة التنفسية الصناعية وهذا كلو كيت ديال تحليل من جينوما وكذلك لتحليل نوعية الفيروس عندنا احنا نعرف تقريبا الفيروس تحول كذلك يعني الفعاليات الاقتصادية كلها والاجتماعية يعني في كل والصحية في كل نشرات نعم كل نشرات الإخبارية كانوا كنستضيفوا ضيوف سواء كيجيو للبلاطو ولكن في واحد المرحلة كان فقط عبر تقنيات الانترنت كانوا بعد ضيوف فدوري الأستاذة لطيفة ما نتكلمنا وحنا يعني وصلنا لآخر محور وقبل منه أنا بغيت غير نأكد على هذه نسب المشاهدة الكبيرة اللي حققتها هذه النشرات متابعة النشرات الإخبارية وكذلك ذلك يعني هذا استعمال هذه التكنولوجيا المتطوره مع الجمهور وضروري اننا ناكد عليه هو نرجعوا لاخلاقيات المهنه نعم. مصداقيه الخبر الولوج الى المعلومه عندنا التصدي الى المعلومه الزائفه فهذه اشياء تحسب لمديريه الاخبار وللاعلام العمومي الذي يقدم الخدمه العموميه وهذا ما جاء في الشهادات وكان ضروري انني نقول هذا الشيء وكانت مواد اخباريه نعم. خاصه بنوع من محاربه المعلومات الزائفه نعم فوصلنا لاخر محور كانت ملاحظه اخرى على اللغه نعم. اذا سمحتي اللغه نعم تبسط تبسط اللغه نعم نعم فخلال النشرات الاخباريه النشرات الاستثنائيه او المواعيد الاخباريه المعتاده كانوا العديد من المواد وعندي سؤال نستعملوا نعم. عندي سؤال طبعا نعم. هذاك برنامج كله نعم. كان باللهجه العاميه بالدارجه وفي الاخبار كانوا مثلا البلاغات الرسميه او الاخبار اللي هي يعني كتهم المواطن كنا كندرجوها بالدارجة وحتى توصل حتى نعم. توصل حتى الضيوف كان نعم. الحديث مع الضيوف نعم. فأخر محور كان بالدارجة نعم. حتى ما بقناش نعم. برنامج قضايا وآراء الذي نعم. لمدة فترة 3 أشهر أصبح أسبوعي بدل نعم. من نصف شهري نعم. وهذا البرنامج كيفت مواده كلها مواد حول هذا تطورات الوباء فاخر محور اللي ممكن نهضروا فيه باش ناخذ اقتراحات ديال الاستاذ وحنا ما بقيناش في الوقت بزاف هو هل من خطه طريق جديده ستنهجها مديريه الاخبار لمتابعه تطورات هذا الخطر الوبائي الذي مازال ينتشر ببلادنا وتدبير هذه الازمات اللي ربما تكون ازمات مقبله ولا قدر الله مديريه الاخبار غادي تواصل المواكبه ديالها حسب الوضعية الوبائية القناة غادي تظل مواكبة لهذه الظرفية وفق خطة تطويرية للمنتوج الإخباري غتبقى تعتمد على التفاعل مع كل مستجد كذلك المبادئ اللي كتعتمد عليها القناة هي مبدأ التفاعلية مبدأ الاستباقية الحرص على تناول الأحداث اللي كتهم المواطن والاشتغال على العمق وكذلك الاستمرار في الاستعانة بأهل الاختصاص نعم. لتقديم كل المعطيات نعم. مهمة وكل جداً. المعلومات اللي نعم. يحتاجها المواطن في هذه الظرفية نعم. شكرا أستاذة لطيفة نتابعوا تطور الحالة الوبائية بطبيعة الحال يوم بيوم نعم تقريبا لحظية نحن عارفين التطور نعم. المهمة الأساسية هي نقل المعلومة نعم. وتبسيط المعلومة أولا خصنا نفهموها نعم باش نقلوها وباش نبسطوها ناخذوا اهم المؤشرات ونحاولوا نبسطوها نعم. عبر بطبيعه الحال التعليق الصحفي والصوره وكذلك الخبراء نعم. لكن احنا مقبلين على مرحله بطبيعه الحال بعد بضعه اسابيع ربما وبضعه اشهر هي مرحله التلقيح نعم. وحنا عندنا خطط بخصوص هذه المرحله فعلا خطط مستقبليه نعم. لانه سيكون هناك تلقيح والجميع تعرف لانه بين المواد الاخباريه التي مرت في 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 نشرات الأخبار أنه المغرب عمل اتفاقية مع أستراليزينيكا وقبلها مع الصين والصين أظن وصلوا المراحل الأخيرة في التجارب السريرية نعم صحية آخر كلمة وآخر اقتراح سي جمال اقتراح أولا ينبغي أن نستغل هذه الجائحة لكي تكون مدخلا جديدا
في تعامل الإعلام العمومي مع القضايا الأخرى. فهذه فرصة، وإن كانت لها تداعيات صحية فإنها سوف تفتح المجال من أجل مواصلة هذا المجهود. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي فيما يتعلق أن نحاول الزيادة أو الرفع من منسوب ما يمكن تسميته بإعلام الحقيقة، والإعلام الحقيقة هو ما بين حدين، ألا نقع في التهويل وفي نفس الوقت ألا نقع في التعتيم. إذن هذه مرحلة ينبغي أن تستغل، وقد تفتح لنا آفاق جديدة للتعامل مع قضايا أخرى، ليس فقط القضايا الصحية وإنما قضايا متنوعة. شكرا أستاذ جمال، أذكر أنكم إعلامي وأستاذ باحث في الإعلام والتواصل. الشكر موصول لك أستاذ محمد عيد الشقر، وأنت رئيس تحرير المركز بمديرية الأخبار بالقناة الأولى. شكر موصول لك أستاذ لطيفة بن حليمة، وأذكر أنك مقدمة نشرات الإخبارية ومجلات إخبارية بمديرية الأخبار. شكر لكم السادة والسيدات المشاهدين والمتتبعين الكرام، ويبقى أسئلة مفتوحة أمامكم للتواصل عبر موقع الإلكتروني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. نبقوا على بال ودمتم في رعاية الله. إلى اللقاء مع تحية فريق برنامج الوسيط.